السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم اخواني واصدقائي، اشرف بكم ومعاكم زياد هادي، استاذ آلة العود والنظريات في معهد دراسات الموسيقية العراقي. اتمنى انه وفقنا من خلال ما طرحناه من شيء جديد اللي هو الأطوار الريفية اللي هي ما موجودة أساسا في قنوات اليوتيوب، واللي انفردت به الحمد لله وبفضل رب العالمين وفضلكم وتشجيعكم للاشتراك في قناتي والإعجاب. في الحقيقة أنه اليوم عندنا فرع من فروع السيغا اللي هو مقام الهزام. اللحظة أمامكم في الورقة، طبعا هو فرع من فروع السيغا واللي يتألف من جنسين، هما طبعا سيغا ثلاثة على درجة السيغا يعني الميكار بيمول، وجنس حجاز على درجة النواة. شوف يعني هذا الجنس هو يعطي جمالية أكثر لهذا المقام، وطبعا أجناسة راح أعطيكم إياها. وأصدقائي دائما لا تنسون في صندوق الوصف دائما موجودة الأمثلة لهذا المقام. الأجناس مات جنس سيقا على درجة السيقا، وجنس حجاز على درجة النوا، وجنس نقريس على درجة الجهارقا. طبعا هذا تلاحظوا أمامكم في الورقة وكل شيء مثبت والأجناس واضحة أمامكم. مثل ما تلاحظون الدليل سي ناتورال يعني ناتورال طبيعي، أمامكم هاي العلامة بعد المفتاح، وميكار بيمول ولا بيمول. إذن هاي أمامكم في الصعود، وأيضا في النزول يعني ثابت. هذا مقام الهزام. الآن أمامكم في العود، إحنا ما نريد نستعجل دائما، أيضا يبدي ميكار بيمول هذا الري، إذن هذا ميكار بيمول حفظناه الإصبع الأول اللي واقع بين مي بيمول وواقع بين المي طبيعي. إذن ياخذ سي ناتورال اللي هي طبيعية ميكار بيمول، وياخذ أيضا لا بيمول. إذن نبدي مي فا صول. هسه وصلنا أول جنس، هذا مي فا صول، وصلنا وين؟ إلى اللا بيمول، واضح؟ شلون مقام جميل وحلو، شلون مقام جميل بابا. أول مدين تعرف طبعا يعني مي كار بيمول، مي فا صول لا بيمول سي طبيعي دو ري. نعيده مرة أخرى، مي كار بيمول فا صول لا بيمول سي طبيعي دو مي كار بيمول مي ري دو سي الطريقة الثانية. مي فا صول سي دو ري مي كار بيمول، هاي سهل عليك، مي كار بيمول ري دو سي لا صول فا مي. مي فا صول لا بيمول سي
مي كاربي وان هاي الطريقة مال هاي أسهل لك حتى لا تعبك. إذن مقامنا جميل اليوم، مقامنا حلو، والأمثلة دائما نذكركم بها في صندوق الوصف موجودة. تحياتي لكم، وأتمنى أنه لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في قناتي، وأنا حاضر أي سؤال بعمل توضعه أسفل الفيديو وأنا أجاوبكم بكل ما هو شيء مر عليكم وما فهمتوا. شكرا لكم وتحياتي لكم زيادة. السلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.